ضيفنا لهذا الأسبوع مغني الراب زاكو. زاكو مرحبا بك معنا. الله يحفظك يا سيد، ميرسي بوكو موفق. زاكو راح يحكي لنا عن بداياته في ميدان الراب. ذاك الوقت كانت صعيبة، وديبي كنت نغني الغناء تاع المغنيين. وعن حال الراب في الجزائر. الراب في الجزائر كوتي تاع بوبليسيتي وتاع فيزيبيليتي تطور بزاف. زاكو راح يقارن بين راب الماضي وراب 2020. صعيب صعيب سؤال صعيب، يعني انا بس كنت فيهم في زوج في وقت الماضى، كانوا بعض الرابرز بالك شوهوا شويه الصوره تاع الراب. وعن مداخيل مغني والراب عبر منصات الانترنت. كي يا دي زاستوس وين تولي تخلص من الاخر تاعك لي بلاتفورم تاعك، يعني يوتيوب سبوتيفاي انغامي ديزر اكسيتيرا اكسيتيرا فوالا. زاكو راح يحكي عن حكايات الكلاش في ميدان الراب. الكلاش سي دون لا كولتور تاع الراب، يعني سي ان تريك نيسيسار جاي في مكونات الراب في الكلاش. يعني يكون يحبس الكلاش يحبس الراب. يحبس الراب. في هذه الحلقة راح نقربوا أكثر من شخصية زاكو. كاين ناس فاتت الحدود. جامي فات الحدود. حاجة ما شخصية، حرب موسيقية. هل سبق ورفضك مغني راب من أجل ديو؟ زاكو نعطيك أسماء ورتبهم لي من الواحد للربعة. خيرت لك أربع أسماء. نير موديدين فوبيا وزدكا. صح زاكو، نوري لك بعض الصور ومدابية أنك تعلق لي عليهم. ما عجبنيش الراب تاعو، يعني نيفو تاعك ما عجبنيش باش نرجع. كل هذا وأكثر يأتيكم في الأوقات التالية. زاكو الوحش الأصلع سميت روحي في الراب خور.